أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجفة. جلسات تقييمية للمشاريع التنموية للبلديات بولاية عامة. استفادت 17 مؤسسة تربوية ببلدية السور من معدات ولوازم المطبخ. ندوة تحت عنوان المجتمع المدني في نصرة القضية الفلسطينية بولاية يافت. جمعية الفجر تتضامن مع مرضى السرطان تحت شعار صحة ورياضة. بداية، قام أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجلفة، عاين خلالها وأعطى إشارة انطلاق عدد من المشاريع التنموية. هذا وقد وفى السيد الرئيس بوعده بزيارة ولاية الجلفة التي حظي فيها باستقبال شعبي حاشد من قبل مواطني الجلفة. أكد والي ولاية عامة والناس بوزقزة خلال لقائه مع رؤساء البلديات على ضرورة الإسراع في وتيرة مشاريع المنطقة خاصة ببلدية العين الصفراء. التغطية للزميل ساسي بخدة. بوك الدنيا تتغير، تغيير من جديد، وحافظ على المال العام. مبلغ بمبلغ 13 مليار سنتيم. أخذ تقارير كامل تقنية عن البرنامج الجديد. على أي أساس جلسات تقييمية لمختلف البرامج التنموية اللي عندها علاقة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن، والمبلغ مبلغها حوالي 300 مليار سنتيم اللي كانت وزعت على البلديات، يعني بين مختلف البلدية للتنمية وصندوق التضامن والجماعات المحلية. وكانت الجلسات قبل شهرين من انتهاء السنة هذه سنة 2023، يعني كانت تتراوح، يعني هي مقبولة على العموم لأن فيها معظم بلديات، يعني نقول تجاوزت نسبة متقدمة من هذه الإشغال تاع هذه المشاريع، وكاين حتى كما نقولوا أغلقت المشاريع تاعها على غرار، يعني بلدية عسلة اللي مشكورين، بلدية كمكم بالعمار، بلدية جنين، مقرار، بعض البلديات عافت تقدم كبير، فيها بلديات متوسطة على العموم اللي في راه يكون المشاريع، وكاين بلديات راهي في تاخر بكل صراحه، وكاين اللي عرفت استفاقه، يعني بعض البلديات كانت تعرف تاخر وعرفت كما نقول استفاقه نوعا ما وانطلقت المشاريع تاعها. حنا الهدف الاساسي من هذه المشاريع هو اول حاجه ماده تطبيقها وتسديدها على ارض الواقع، والهدف الثاني هو ورقه الطريق بالنسبه للسنه الجديده 2024، باه نعرف ما هي الانشغالات، ما هي الاولويات وغيرها. دونك هذه الجلسه نظن كانت مثمره وخلتنا اليوم على كل حال ناخذ بعض الاجراءات. بعض البلديات اعطيناها مهله، بعض البلديات كانت متاخره مع الاسف، يعني نقول بلديه عين صفراء اللي كانت تاخر فيها ممكن المشاريع ما انطلقتش في وقت اللي لازم، يعني بارابور البلديات الاخرى اعطينا مهله 10 ايام باش نعاودوا نتلاقاو معاهم باش نشوف اليوم ما هو سبب التاخر، يعني غير مقبول، يعني كل المبالغ موجوده وكل الامكانيات موجوده ولكن الاجراءات تعطلت على مستوى هذه البلديه. اعطينا مهله، احنا القرار مازال ما اتخذش، احنا مدينا مهله في ظرف قصير، اذا كانت بلديه تداركت التاخر وانطلقت المشاريع تاعها من جديد وبدات الاجراءات، معليش الا ما كانش ما نخليش المواطن ضحيه، المشاريع هذه نحولها للمديريه التنفيذيه، مش ممكن في كل واحد في القطاعات تاعو والمواطن يستفاد، بقى مجلس بلدي يتحمل المسؤوليه تاعو، يعني مش ممكن احنا اليوم هذا التاخر غير مبرر، لان المبرر الوحيد هو الامكانيات الماليه، الامكانيات الماليه موجوده، كل شيء موجود، والتاخر يعني في فتره سنه ما ينطلقش المشاريع الجواريه اشياء غير مقبوله. ان شاء الله وحنا الولايه كما تعرفوا يستفز برامج على غرار 100 مليار سنتيم للمدارس، يعني برامج ضخمه وفي برامج كبيره في سنه 2024، دونك نحضر نفوسنا ان شاء الله بيكون انطلاقه فعليه حقيقيه في الميدان ان شاء الله. مبادره قام بها فوج الانبعاث للكشافه الاسلاميه الجزائريه، حيث تم تسليم معدات طبخ ل 17 مطعما مدرسي عبر اقليم بلديه السور ولايه مستغانم. التغطيه للزميل تواتي عباسه. بمبادرة من الكشافة الإسلامية الجزائرية قام فوج الانبعاث لبلدية أصور بمبادرة توزيع عتاد يخص المطابخ المدرسية
تم توزيع هذه الأدوات المطبخية على 17 مؤسسة تربوية عبر إقليم بلدية صور، وتم كذلك استلامها من قبل بلدية الصور المجلس الشعبي البلدي، وكذلك تمت المرافقة حيث تمت العملية الموزعة على 17 مؤسسة ابتدائية. نشكر جزيل الشكر السيد محافظ يعني فوج انبعاث للكشافة الإسلامية على مساهمته وتسليم لنا بعض العتاد أو اللوازم الخاصة بالمطاعم المدرسية. هذه المبادرات نثمنها كثيرا، وهذه المبادرة نتمنى أن تتكرر في بقية مؤسستنا وبمساهمة بقية الجمعيات الفاعلة. تقدم جزيل الشكر والعرفان لكل من السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي ونائبه محمد عباسة، وكذلك الكشافة الإسلامية والمبادرة الحسنة التي قامت بها الكشافة الإسلامية فوج الإنبعاث على تقديم وتزويدنا بالوسائل أو اللوازم الناقصة على مستوى المطعم المدرسي. نشكر فوج الإنبعاث الكشافة الإسلامية بلدية صور على هذه المبادرة الفريدة من نوعها، والتي تم من خلالها تسليم معدات وتجهيزات للمطابخ المدرسية حوالي 17 مؤسسة تربوية. بهذه المناسبة نوجه رسالة إلى الجمعيات الناشطة بأن تحتذي بمثل هذه النشاطات. بودي أن أشكر فوج الكشافة الإسلامية فرقة الإنبعاث على هذه المبادرة الطيبة بتقديم مجموعة من معدات المطبخ المدرسي، وكما نشكر بلدية صور على هذا التعاون. أتقدم بجزيل الشكر لمدراء المؤسسات التربية الابتدائية على استقبال الرحب الذي قاموا به، وإحنا كوننا فوج انبعاث للكشافة الإسلامية الجزائرية قمنا إلا بالواجب تاعنا، للواجبات تاعنا هي الأولى تكون نحو الله ثم الوطن ثم نحو الذات والآخرين. المبادرة هذه كانت بمساهمة بمعدات المطبخ للمطاعم الابتدائية، وهذا كان نوع من المعدات التي تحتاجها المؤسسات. أشكر يعني فوج الانبعاث لبلدية صور الكشافة الجزائرية بالتنسيق مع مصالح البلدية، يعني وهم مشكورين على العمل التطوعي الذي قاموا به، وذلك بتزويد 17 مؤسسة على مستوى الإقليم بعتاد مطبخي. ومن هذا المنبر كذلك أدعو المجتمع المدني والجمعيات يعني الناشطة على مستوى بلدية صور أن تحذو حذو الكشافة الجزائرية قطب بلدية صور فوج الانبعاث. إلى ولاية أرتين أقيمت ندوة تحت عنوان المجتمع المدني في نصرة القضية الفلسطينية. أكثر تفاصيل نتابعها مع الزميل بصغير محمد علي. أدوار المجتمع المدني في نصرة القضية الفلسطينية هو عنوان الندوة التي حضرها جمعيات من ولاية تيارت، من بينها الكشافة الإسلامية وجمعية ناس الخير وسواعد الإحسان وجمعيات أخرى. اليوم نعقد الندوة للمجتمع المدني تحت عنوان أدوار المجتمع المدني في نصرة القضية الفلسطينية. من هذا الباب هذا التثمين لكل الأدوار التي تقام ولكل الالتزامات الدولة وقراراتها التاريخية والثابتة تجاه القضية الفلسطينية. فالمجتمع المدني تيارتي لا يتأخر في هذه المبادرات، خصوصا وقضية الفلسطينية قضية عقيدة ودين وليست أرض وطين. من هذا المنبر نشكر الجمعيات التي دعت إلى هذه التظاهرة، كشف الإسلامية، سواعد الإحسان، جمعية ناس الخير والأكاديمية للتشبيب. في وسائل الإعلام كذلك، من بين وسائل الإعلام الجزائرية سواء العمومية أو الخاصة التي تلعب دورا مهما في تدوير القضية الفلسطينية ونقل صورة شاملة وكاملة على ما يحدث في فلسطين من ممارسات صهيونية ومن هولوكوست وتقتيل وتنكيل على مدار أيام أسبوع وليلا نهارا تحت القصف. قمنا ندوة يعني في أدوار المجتمع المدني في نصرة القضية الفلسطينية، وهذا أقل شيء ما نقدمه إلى إخواننا في غزة من جانب يعني موقفات تضامنية ومسيرات يعني مسيرة النصر، وإن شاء الله يا ربي مستقبلا راح تكون مساعدات يعني لتقديمها إلى إخواننا في غزة وفلسطين. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الذي بدأ أشكر المنظمة المجتمع المدني في تيارت على هذه الندوة التحسيسية حول إخوتنا في غزة أو في فلسطين بصفة عامة، فهذا واجب علينا
نحن الجزائر حكومة وشعبا لها موقف مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وفي عقيدتنا على يقين بأن النصر قادم بإذن الله، فكما انتصرت الجزائر بالأمس القريب على الاستدمار الفرنسي ستنتصر إن شاء سينتصر إخواننا في فلسطين على الاستدمار الصهيوني. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان، وصلى الله على سيدنا محمد. جمعية الفجر لمساعدة الأشخاص المصابين بداء السرطان بولاية البليدة تتضامن مع مرضى السرطان تحت شعار صحة ورياضة. التغطية للزميل إبراهيم قريري. كان فيها الجنرال، كان حكم واحد لاسوسياسيون في ديك الوقت تسمى لو سينديكا دينيسياتيف، قالوا روح شوف لي سيتوايان تو اثنين تلاحظوا نبعثوا واحد البريا وشوفوا يعني تلاقاو في لا كاتريم ايديسيون. حنا ماذا بينا شاك دو موا تروا موا. اليوم نحن متواجدين في الحظيرة الوطنية لإثنية الحد للمداد تضامنا مع مريضات سرطان الثدي، وكذلك تضامنا مع إخواننا في غزة اليوم تحت القصف. اليوم هذه الرحلة الراجلة نظمت من طرف ثلاث جمعيات: جمعية الفجر، جمعية الأطباء الأخصائيين لولاية عهدفلة، وجمعية الجوالة لمدينة مليانة، ونحن في الطبعة الثالثة التي يعني شارك فيها أطباء، يعني جمعيات، مهني الصحة، يعني متطوعين في الجمعيات، ونحن يعني بهرنا بالمسار اللي اختاروه المنظمين، وكذلك يعني التقديم تاع البارك تاع الاخر. ونشكر وسائل الاعلام اللي مشاو معنا واللي مشاو اللي يساهموا في خلال طيله هذا الشهر الوردي، لا سيما في هذه الخرجه، يعني باش نوصلوا النداء ونوصلوا الرساله تاع الامل بالنسبه فيما يخص سرطان الثدي. سرطان الثدي ما هو الا مرض عارض ممكن الشفاء منه الا اذا يعني انتهجنا اسلوب الكشف المبكر، وبالتالي علاجه في المهد تاعو قبل ما يعني يستعصى علينا، ونعالجوه بوسائل بسيطه، ونسب الشفاء تكون كبيره كبيره جدا. شكرا. نحن سعداء مع زملائنا هنا من الحاضره ومع جمعيه فجر للسرطان. طبعا هذا اليوم يعني هو رمز على كل حال السرطان الثدي اللي هو في شهر اكتوبر كامل، اللي راهم جماعه يعني يبذلوا قصارى جهدهم من اجله. طبعا يعني ننقلوا للقضاء، ولكن على الاقل كما يقولوا نقصان هذا المرض اللي راهو شائع يعني اصبح يعني خاصه في وقتنا الحالي. ان شاء الله يعني يكون يوم تاع توعيه، ويكون الناس يكونوا على عين وعلى درايه بهذه الامراض هذه، ولابد يقوموا كذلك بالتحاليل تاعهم خاصه يعني يكون مسبقا، حتى لا كما يقولوا لا كما يقول المرض هذا ما يكونش يعني عارض ويكون سائد يعني في كل مكان، ننقصوا نوعا ما منه. شكرا. نحن في اواخر ايام اكتوبر، والجمعيه ما زالت مكثفه نشاطاتها، ما زلنا نشاطات، ما زلنا عده يعني ملتقيات، ما زلنا عده خرجات ميدانيه، والكشف المبكر ما زال متواصل يعني حتى بعد ما يخلص اكتوبر. بالنسبه في مركزي التصوير الاشعاعي ببليده وبمزايا دكتور ميسوم دكتور باكا، يعني وعدونا باش يكملوا لاماموغرافي خلال الشهرين المتبقيين نوفمبر ديسمبر حتى يكملوا اخر يعني الطلب. لذلك مازال نأكدوا على النساء وعلى الاخوات انه يتقدموا ويغتنموا الفرصه ويدوا القاسمه تاع الاجراء تاع الفحص تاع الماموغرافيا، ويدوا الموعد تاعهم وقت ما حبوا يديروها يديروها خلال الشهرين المتبقيين. الى هنا مشاهدينا نصل الى ختام النشره، شكرا لكم.